حولت ميليشيات الحوثي الإرهابية جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى باحات لعروض صور ومجسمات صواريخ ومقابر قادة إيرانيين وزوامل بعد السطو عليها منذ 15 شهراً. فيما رحلت الميليشيات الحوثية آخر ثلاث أسر من الطائفة اليهودية من اليمن بعد مطاردتهم واعتقال البعض منهم إلى مأرب، حيث استشهد مدني وأصيب ستة آخرون بينهم طفل نتيجة قصف ميليشيات الحوثي بصاروخ باليستي على المدينة المكتظة بالسكان. كما أصيب رجل وست نساء بجروح خطيرة جراء استمرار قصف ميليشيات الحوثي بقذائف مدفعية على مخيمات النازحين في مخيم الميل شمال غرب المحافظة. أما في محافظة حجة فقد قصفت ميليشيات الحوثي مخيما للنازحين يضم 113 أسرة نازحة بقذائف الهاون في مديرية حيران شمال المحافظة. فيما أصدرت ميليشيات الحوثي حكما بإعدام 9 من شباب ثورة فبراير وسجن 10 سنوات تعزيرا وغرامة 180 مليون بحق 9 آخرين. وفي محافظة إب استولت ميليشيات الحوثي على جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية ومستوصف تابع لها وصادرت ممتلكاتها وكذلك مستوصف الخنساء وسط المدينة. فيما أصيب لاعب كرة القدم حبيب عبد الوهاب من فريق مديرية ذي السفال برصاص ميليشيات الحوثي في إحدى الحواجز الأمنية جنوب المدينة. إلى الحديدة، فقد أصيب المواطن شاكر محمد معوض 28 عاما بجروح خطيرة نتيجة انفجار لغم أرضي أثناء مروره بدراجته النارية كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية بالقرب من منزله بقرية الحوائط بمديرية الخوخة. فيما أصيب المواطن عبد الله عبد الرحمن حامد بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي أثناء مروره بسيارته في طريق قرية ضمى بمديرية حيس جنوب المحافظة. وفي محافظة التعز قتلت الطفلة بشيرة أحمد سالم 15 عاما بانفجار لغم أرضي أثناء رعيها للماشية كانت قد زرعته ميليشيات الحوثي في مديرية الوازعية غربي المحافظة.